تحياتي لكل متابعي الحياة فام، مرحبا بكم في هذا الحوار الجديد من برنامج الانترفيو اللي ننقله لكم من مقر جمعية النساء الديمقراطيات بالقيروان. موضوع حلقتنا بالنسبة للجمعية هذه باش يكون حول تفشي ظاهرة قتل النساء والعنف المسلط على المرأة. سعيد جدا انه باش ترافقني تلت الحوار رئيسة فرع جمعية النساء الديمقراطيات بالقيروان الأستاذة ليليا العلواني. أهلا بك. مرحبا بكم، مرحبا بحياة اف ام، مرحبا وتحية لكل مستمعي إذاعة حياة اف ام. شكرا لك أستاذة. خلينا ندخل في صلب الموضوع مباشرة. منذ بداية سنة 2023 توجد 17 جريمة قتل ضد النساء، هل تعتبر بأن هذه الجرائم هي جرائم استثنائية من أشخاص مختلين نفسانيا أم المسألة أصبحت ظاهرة؟ الرقم كما قلت أنت رقم الحقيقة مرعب ومثير للقلق الكبير. 17 امرأة إلى حد التو احنا أحسنهم في القروين، منهم على الأقل 4، هذا اللي تسمع بهم واللي معناتها كانت حوادث قتلهم أو تقتيلهم معناتها محط أنظار الإعلام خاصة، هي ظاهرة الحقيقة وظاهرة مرعبة في معنى أنها تكشف معناتها الأمراض متاع المجتمع متاعنا، مجتمع تونسي معناتها بوجه عام وأيضا المجتمع القيرواني هذية، وإلى جانب هالأمراض هذية معناتها فما هناك أسباب من الضروري أن نتعرضوا لها، وبالحق هي فرصة الحقيقة أنتم تتيحوها لنا معناتها إذاعة اف ام، خطر احنا عنا مدة واحنا نفكر في التحرك يندرج في إطار الحقيقة سياسة الجمعية وهي نشر ثقافة المساواة وتعزيز حقوق النساء وتفعيلها على أرض الواقع وتحويلها إلى ثقافة مجتمعية. المشكل أنه القوانين والتفكير شيء والواقع نلقاوه معناتها يصدمنا في كل مرة بحوادث تقتيل مرعبة. أكيد معناتها حتى الأرقام تبين. احنا في مركز الاستماع متاعنا عدد النساء المعنفات اللي وصلونا معناتها اللي وصلونا نحنا، خاطر فما شكون اللي يمشيوا حتى المنظمات الأخرى معناتها شريكة واللي يجيونا واللي نعملوا لهم الاستماع التضامني. سنة 21 عنا 70 امرأة جاوا المركز الاستماع متاعنا، كيف سنة قبلها زادا 2020 كيف مع ظروف متاع الكوفيد ووقتها قعدنا نخدمه في ظروف الحقيقة استثنائية. الرقم هذي نلاحظه اللي هو عام 22 قاعد ماشي ويزيد، واللي هو 77 مرأة اللي يوصلونا واللي نسمعوا بهم. أنا نقول الرقم هذي ونعتبر اللي ثم يمكن قدهم ولا أكثر منهم برشا اللي ما نسمعوش بهم. حسب رأيك أستاذة كيف يمكن أن نحرر المرأة من العنف المسلط عليها؟ كيف سؤال كبير، كيفاش نحرروها؟ الساعة ما فماش نحرروها، نحنا هي لازمها تحرر روحها بروحها. هذا نعلموه حتى لأبنائنا، أنا مدرسة ومربية أنه الحرية لا توهب لا تعطى، الحرية تفتك، الحرية نناضل من أجلها. وربما إلى جانب المعنى هذا الجانب إيتيقي خليني نقول، المطلوب هو أن الدولة الحقيقة والمجتمع وثقافة كاملة متاع مجتمع يزمها تنخرط في مسار تعزيز حقوق النساء. يعني يجب أن نعترف للمرأة بكونها مواطنة كيفها كيف رجل، وبكونها إنسان كيفها كيف الرجل، ونعترف لها بحقوقها حقوق النساء اللي هي جزء لا يتجزأ من الحقوق الإنسانية للإنسان، الحقوق الكونية للإنسان. دونك
التحرير ولا التحرر دونك هو مسار، ما عمره ما يجي هكا بعصا سحرية ولا في نهارين ولا دونك. أما المطلوب هو خاصة انخراط الدولة في هذا. حب نسألك، ما هي مسؤولية الدولة للحد من الجرائم التي تسلط على المرأة؟ أكيد مسؤوليتها كبيرة أكيد. يعني خليني نبدأ الحديث على مسؤولية الدولة انطلاقا حتى من القوانين اللي موجودة واللي قام بصياغتها مؤسساتنا معناتها التشريعية. قانون 58 هذايا اللي قلت معناتها ولا معروف أنه الحقيقة يمثل تقدم نوعي في القوانين اللي تعنى بمناهضة العنف ضد المرأة. المشكلة في القانون هذايا قد ما هو متقدم قد ما هو معناتها فيه ضمانات كبرى أنه بالحق الدولة تنخرط في سياساتها بمناهضة العنف ضد المرأة، قد ما على مستوى واقعي نلقاوه معناتها مازال ما يتفعلش، مازالت الإجراءات الترتيبية متاعو تجي من بعد كما الإجراءات المتعلقة ب الشهادة الطبية ذيك الأولية اللي تخذها المرأة المعنفة. كان علينا أن نستناه حتى 2022 بشوالي معناتها مجانية المنحة اللي تتعطى للمرأة معناتها في إطار تقاضي، وهذه كان نورمالمون تزيد تسهل لها، خاصة أنه المرأة اللي تتعنف تبدأ معناتها جاية من مستوى اجتماعي ولا من عندها مستوى اقتصادي متدني، وتلقى إجراءات التقاضي طويلة وتلقاها يلزمها برشا فلوس باش تكمل تبع حقها. دونك القوانين الترتيبية جت من بعد، ولاحظوا أنه معناتها في فلسفته هو كقانون فيه أربعة على أقل أربعة مراحل ضامنة لهالحقوق هذه، نلقاوه عادة ما تتطبقش كاملة. نلقاوها خاصة أنه يلزم المؤسسات المتداخلة الكل والوزارات المتداخلة الكل في مناهضة العنف ضد المرأة مازال التكوين بتاعها ناقص، اللي هي وزارة الداخلية، وزارة المرأة، وزارة العدل، أنا أقول حتى وزارة التربية، لأنه إرساء ثقافة الحقوق وإرساء ثقافة المساواة يلزمها تبدأ من تربية أطفالنا على حقوق الإنسان بيان سور. دونك ذيك علاش قد ما احنا نجتهدوا، لكن احنا منشنا دولة، الدولة هي اللي لازمها تنخرط فعليا في إرساء مثل هذه الثقافة، وهي اللي تنجم معناتها تعدل وجهة المجتمع نحو هذه الحقوق. ممتاز. بما أنه حكينا على مسؤولية الدولة، إذن ما هو دور الجمعيات النسوية والحقوقية والمجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة السلبية؟ دور المجتمع المدني هو كما هو معروف، احنا سلطة مضادة معناتها ما نجم إلا معناتها نراقبه الدولة، ما نجم إلا معناتها ندفع بالدولة أنها تتحمل مسؤولياتها إزاء النساء وإزاء الفئات الهشة، ومن نجم إلا كن معناتها نبدأ نواجه في قضايا نساء إلا أن ندافع عليهم بوسائلنا، وهي المقاومة وحملات التحسيس والتوعية، ومعناتها ننخرط معهم ضمن فعل تضامني كيجيونا خاصة في مركز الاستماع لهنا، ونحيطوا بها إحاطة نفسية ونعملوا لها الإرشاد القانوني، ونعاونوها ما أمكن أنها تتعلم هي الدفاع لحقها. ممتاز. بالإضافة إلى تفشي ظاهرة العنف في المجتمع، فإنه حسب آخر الأحصائيات تحتل القيروان المرتبة الأولى في نسبة الانتحار، ونلقاو 6 حالات انتحار في شهر أفريل و5 حالات في شهر مايو. انتحار شباب تقريبا في كل فئات، مش حتى كان شباب والمراهقين، ولا نسمو حتى بكهول يعني. كهول أي لا صحيح بالحق، زادة هي ظاهرة معناتها alarmante كيفاش نقولها معناتها مرعبة، ومعناتها تدعو إلى أن نتكتلوا الكل ونبحثوا عن الأسباب، وبالبحث عن الأسباب بطريقة خاصة علمية
تنطلق من القياس، تنطلق من البحث، من الدراسة، ونحاول أن نفهم الظاهرة هذه على خاطر واضح أنه المجتمع القيرواني يبدو أنه يعيش حالة من الإحباط كبيرة، حالة من اليأس. أنا علاش قلت الشباب؟ خاطر نعرف برشا شباب، فما شكون جونا نساء معناتها في مركز الاستماع واللي معناتها عندها ولدها انتحر، وهي فاجعة الحقيقة، كارثة يعني. دونك مسألة الانتحار أيضا، إلى جانب ظاهر تقتيل النساء، هي من الحاجات اللي تعنينا برشا. يعني نحاولوا أن نرصدوا الأسباب نتاعها، ونحاولوا أن نفهموا الظاهرة. وأنا بتتر بما أنه أتيحت لي الفرصة أن معناتها نكون في وسيلة إعلامية، نقول اللي راهو معناتها الإعلام ممكن ينجم يكون هو أكبر حليف لنا، خاطرنا معروف دور الإعلام الجهوي كيفاش ينجم يوصل للشرائح الكل، ينجم الغالب في بلادنا دور الإعلام مش فقط الإعلام وإنما التثقيف والتوعية. دونك انتم تنجم تكونوا أكبر شريك لنا في الإحاطة بمشاكل الجهة، إحاطة بمشاكل القروان بصفة عامة، وأيضا في بث وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان هذه وحقوق النساء خاصة. واضح. هل يمكن أن نعتبر بأنه من أسباب تفشي ظاهرة العنف والانتحار في القيروان هي الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، خاصة وأن القيروان أكثر الولايات فقرا في تونس، حيث يوجد أكثر من 20,000 شخص يعيشوا أقل من 5 دنانير في اليوم؟ إيه، هذه هو ظاهرة الانتحار وظاهرة تقتيل النساء وظاهرة حتى الجريمة، يعني نحب نحكي ومعناتها على مستوى أوسع، مرتبطة بمعناتها الوضع الاقتصادي متاع الولاية الحقيقة، نسبة الفقر، نسبة التسرب من التعليم، معناتها كم اليأس اللي يعيشوا فيه الشباب والشابات في الجهة. دونك هذا هو الكول، هو من الأسباب اللي تخلي البلاد معناتها تشوف في كل مرة فاجعة، في كل مرة فاجعة نوع، كل مرة فاجعة شكل. مدينة القيروان هي مدينة تاريخية وحضارية بامتياز، لكن تقريبا منذ الاستقلال إلى حد هذه اللحظة القيروان تعاني على جميع الأصعدة. حسب رأيك من هو المذنب في حق مدينة القيروان؟ شكون اللي أذن في حق هذه الولاية؟ أنا الحقيقة حتى من منظور شخصي مش من منظور، ما تعلمتش أني معناتها نلقي المسؤولية على ناس أخرين. شكون المذنب؟ من المؤكد أنه وضع الولاية، وضع الجهة منذ الاستقلال كما قلت أنت. هل أنه أهاليها المذنبين؟ السلطة هي المذنبة؟ شكون اللي تحمل المسؤولية؟ ظهر لي مش بالطريقة هذه يمكن أن نحل المسألة. ممكن ما يلزمنيش نبحث على مذنب ولا كبش فداء ولا ما، أما يلزمنا كمان نعمل قراءة لوضع القروان من الاستقلال التوى كما قلت، معناتها شنية المشاريع اللي تحطت فيها، معناتها شنية السياسات اللي اتبعت إلى حد الآن. هو الوضع مش خاص بالقروان فقط، وخاص حتى بالمناطق الداخلية الكل، معناتها بالجهات الداخلية الكل. دونك هي سياسة الدولة. أنا إذا كنت تحب تلوج أنت على مذنب، أنا أقول لك مبدئيا هي السياسات المتعاقبة الحقيقة اللي خلت القروان في وضع متردي، أقل ما يقال عنه متردي، على خاطر الدولة الولاية هذه وتاريخها كما قلت أنت وحضارتها ما يليقش أنها تكون في الوضع هذا تو. دونك هي السياسات، ولكن ما انتهى. رغم ذلك هاني قلت لك انا تعلمت اني نتحمل مسؤوليتي، ونقول اني انا دوري كمجتمع مدني اني نكون قوه ضغط ونفكر الدوله اللي نسيتنا. انا راهو فما جهه اسمها قروان وفما مشاريع تنمويه يلزمها معناتها تتخصص للقروان، ويلزم هم يقولوا لفته كريمه حق يلزمنا ندافع عليه. أكيد. حشنا بحتى لفتة كريمة، نحب حقوقنا،
تحصلوا عليه. البعض أستاذة يوصل يلوم أصحاب رؤوس الأموال القراوة ويقولوا بأنهم ما يستثمروش في ولايتهم ويمشوا يستثمروا في ولايات أخرى اللي القروان تعاني من تفشي البطالة. هو كنجيو لمرحلة التوصيف والتشخيص. الحقيقة مشني مؤهلة أني نحكي في مواضيع من النوع هذا، خاطر لازمني تكون عنا بالحق معناتها معطيات دقيقة على المسألة. أما معناتها هذا شيء تراب العين، معناتها أنه القراوة معناتها القيروانيين اللي معناتها أمورهم ترفها في الحقيقة بالحق يمشوا يستثمروا ماهوش في القروان. لكن هني قلت لك أنا نحب نظرة عقلانية للأشياء، وما نحبش أن نشيطن أطراف من غير ما نفهم الوضعية بطريقة قلت دقيقة وعلمية. أنت رجل الأعمال اللي مش يجي يستثمر لك لهنا، شنو موجود كبنية تحتية؟ فهمتني؟ شنو وفرت الدولة معناتها بالنسبة للولاية هذه وبالنسبة للجهة هذه، رغم الثروات اللي فيها؟ رغم معناتها طاقتنا معروفة في لحية خاصة، وعنا حتى مجالات الاستثمار فيما هو سياحي، خاطر معناتها القيروان خاصة القيروان العتيقة هي ديجا باتريموان، معناتها تمشي تتجول في المدينة هذيك بيدو نقولوا نحن يتباع معناتني. لكن المشكلة هني قلت لك معناتها سياسات الدولة هي اللي تحقيق همشت الولاية هذه اللي ولات ما عادش منطقة جالبة لرؤوس الأموال. يعني أنا حتى الكنجي نلومهم نعذر شوية. دونك هذيك هو دورنا نحن كمجتمع مدني، أن ندفع الدولة أنها تقوم بواجباتها، وبعد ذلك الأمور الباقية مقدورة عليها. شكرا لك أستاذة، شكرا لك أنك قبلت دعوتنا، شكرا لك أنك استقبلتنا في المقر الجامعية. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية الحوار، خلي لك كلمة الختام. شكرا الحياة اف ام على الفرصة دي اللي اتحتوا هنا، وحقيقة بالحق في الأيام القادمة نحبوا نعملوا تحركات لتحسيس الشباب وأهالي القروان بالمخاطر متاع الظواهر هذوما اللي قاعدين نشوفوا فيهم، وما تنجم ممكن أنتم تكونوا حلفائنا في هذا هذه التمشيات. شكرا. شكرا لك. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.